نروح لمدينة الغردقة. مدينة الغردقة بتشهد حالة رواج سياحي كبير بالتزامن طبعا مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي، خصوصا ان مدينة الغردقة بتشهد حضور كبير جدا من مختلف الجنسيات للاستمتاع بأجواءها الساحرة، كمان بالسياحة الشاطئية والألعاب البحرية. نتعرف على معالم المدينة ونتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الأستاذ بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا استاذه دينا، وصباح الفل على كل المشاهدين. عايزين كده نعرف من حضرتك استعدادات الغردقه وموسم جديد، موسم السياحه الشتوي. والله الحمد لله، يعني موسم بيسلم موسم، واحنا مستعدين دايما في الغردقه بعدد كبير جدا في الفنادق، والحمد لله مع اعتدال الجو ويعني استمرار الأنشطة البحرية على طول، ودخول رحلات السفاري على الخط إن هي بقت أعلى شوية من البحر، والمطار الحمد لله يعني كل يوم يستقبل طيران، كل يوم في طيارات جديدة بتحلق في سماء الغردقة. يعني الأسبوع اللي فات الحمد لله بدأ عندنا الاسكندناف او دول شمال اوروبا زي الدنمارك والنرويج والسويد يبعتوا طيارات على الغردقه. التسويق شغال الحمد لله، وطبعا زي ما حضراتكم متابعين حاليا مع الوزير في بورصه لندن يعني بيستقبل كل الاوبريتورز او الشركات السياحيه اللي بتحاول تجلب سائحين لمصر، خصوصا الغردقه طبعا بوجودها وموقعها الجغرافي الجميل بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه كلها. طبعا فيها مميزات كتير قوي، الغردقه بتجلب السائح ليها ان انت عندك البحر وعندك الموقع الجغرافي الجميل اللي ممكن تسافر لمده يوم واحد او يومين تقضيهم في القاهره وتقضيهم في الاقصر، وممكن تشوف يعني سفاري، وفي مدينه كبيره مدينه الغردقه فيها انشطه كثيره، عدد كبير من المناشي السياحيه والمارين، وعندنا حاجات كثيره جدا الحمد لله. والحمد لله السائح يعني هو اللي بيعمل لنا الدعايه الخاصه بمدينه الغردقه، وطبعا مش هننسى طبعا مدينه مرسى علم والقصير وكل محافظه البحر الاحمر ما شاء الله. يعني صحيح. الموسم بيزيد عدد السائحين بيزيد، وصل 90% في فنادق كثيره جدا الاشغال، فالحمد لله يعني ماشيه الدنيا كويس جدا. دايما يا رب. بس طبعا مدينه الغردقه يمكن شهدت العديد من التطوير الفتره اللي فاتت، التطوير ده هل كان من عوامل الجذب كمان، وهل فعلا كان ميزه اضافيه لاصلا لمميزات مدينه الغردقه كان اضافه ليها؟ والله طبعا استاذه دينا الموضوع بيمشي ان احنا في طلب زياده علينا، فرجال الاعمال القطاع الخاص طبعا اللي هو الاساس او المحرك الاساسي للعمليه السياحيه ودعم الدوله طبعا وتسهيل الاجراءات كلها، بيبدا طلب كتير قوي يزيد على انشاء فنادق جديده وانشاء انشطه جديده. يعني تتخيلي حضرتك مثلا اسطبلات خيل وركوب جمال في الجبال، الناس بدات تفكر في كل الديتيلز وكل التفاصيل للرحله عشان يعمل سمعه جيده اللي هي تعمل له براند عالمي في العالم كله. والحمد لله دايما الغردقه لو حضرتك عملت سيرش هتلاقي ان هي بتطلع دايما لفوق في التصنيف العالمي، يعني اسمها اصبح لوحده يعني صحيح. حاجه جميله جدا في السياحه عموما. طب استاذ بشار، كلنا عارفين ان الغردقه بتتميز طبعا بالشواطئ الجميله والسياحه الشاطئيه، لكن في ناس كتيره جدا ما يعرفوش ان الغردقه كمان فيها معالم اثريه وفيها متحف مهم جدا. يعني ايه الانشطه السياحيه الاخرى غير المرتبطه بالانشطه المعروفه عن الغردقه زي سياحه الشواطئ؟ طبعا حضرتك عارف يعني احنا في مصر بالنسبه للاثار والتاريخ يعني حاجه اساسيه، السياحه الثقافيه دي هي لؤلؤه السياحه المصريه، فدايما ما يبحث السائح لما يجي مصر مهما كان في مكان حتى بعيد عن وادي النيل والدلتا
بيبحث عن آثار، والحمد لله يعني في 2020 تم الإنشاء للمتحف الغردقة اللي هو في عدد كبير جدا من القطع الأثرية، تعدد 3000 قطعة أثرية. جميل. ويعني المنطقة الغردقة طبعا زي ما حضرتك عارف الخلفية بتاعتها جبال البحر الأحمر. صحيح. جبال البحر الأحمر دي هي الأساس في بناء الحضارة المصرية، في من جرانيت، من ذهب، من كل الخامات اللي استخدمها قدماء المصريين كانت بتجلب من الاماكن دي. فاحنا عندنا الحمد لله يعني، بس طبعا بننتظر يعني ترميم بعض المناطق. يعني عندنا منطقه رومانيه او مدينه رومانيه في شمال الغردقه كان بيجلب منها حجر نادر جدا اسمه حجر البروفيل، ده لون معين من الجرانيت اللي هو جميل القرمزي شويه جامد قوي يعني. ده طبعا الاباطره الرومان كانوا بيصنعوا كانوا بيحرصوا ان هم يعملوا التوابيت بتاعتهم من الحجر ده. وفي بعض اللي هي الكنائس الصغيره في اسطنبول وفي ماجدبرج في المانيا، حاجات معموله مخصوص، وبيفتخروا ان هم جابوا القطع دي من البحر الاحمر من جبل الدخان شمال الغردقه. عندنا طبعا يعني بقايا معبد موجوده في المكان ده، عشان نوصل له لازم يبقى معانا رحله يعني سفر وبعد، فبنوصل للاماكن دي. جميل. عندنا طبعا دي معلومات مهمه جدا، انا اسف لمقاطعه حضرتك، لاول مره كمان بنعرفها انه في سياحه ثقافيه واثريه جميله في الغردقه. دايما الغردقه كده مدينه ساحره من اجمل مدن مصر الساحليه. بشكرك شكرا جزيلا بشار ابو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الاحمر.